السلام عليكم. بلش شرح هذا المثال. طبعا هذا المثال مهم كثير 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 للحركة الدائرية. هذا المثال تقدر راجع معلومات كثير شرحناها. احكي لي الانستنت شون باللحظة هاي اللي احنا فيها هسه، كل السيارة A والسيارة B. سيارة A رايتها 18 لكل سكند فيها، اتجاهها هيك، اتجاهها بأي زاوية؟ زاوية 60 تحت هيك، يعني بالربع الثالث. 12 للسيارة بي تحت، مبين يعني بالرسمة معطين السرعة. ايه تسارعها او تباطؤها؟ اختار 2 و بي 3 تحت. هيك انا بستنتج determine the velocity and acceleration بي respect ل A، يعني بده في بي ريسبكت ل A، بي ريلاتيف ل A. تمام. كيف بدي اوجدهم هسه؟ بدي اوجد سرعة بي وسرعة A وتسارع A وتسارع B وهاي هسه. السرعة سهل، ليش؟ لأنه في بي ريلاتيف ل A تساوي في بي ناقص في A، يعطيني في بي سالب 12 ايش جي هات، وفي A سالب من القانون. وشو بدي تكون عندي؟ هاي 18 صح؟ 18 قلنا بالربع الثالث، راح تعطيني 18 كوساين سالب 18 كوساين 60 اي هات طبعا، وسالب 18 ساين 60 جي هات. هذا اللي بصير عندي. بعدين شو بعمل؟ بطلع المحصله، بعدين بطلع تحت الجذر التربيع للمحصله، وبطلع الزاويه بين في بي وفي اي، وبطلع معي الشكل التالي. في بي بتساوي في اي ريلاتيف لبي سالب 12 اللي هي الـ VB، الـ VA سالب 18 كوساين سالب 18 ساين، المحصلة طلعت 9 I هات زائد 3.588 جي هات، بالتالي الـ Relative Velocity هي كذا، وتان انفرس كذا. نيجي للتسارع. هسا نبهتي كثير ومن ثم كثير ومن ثم كثير إنه التسارع في الحركة الدائرية في عندي تسارعين، تسارع تانجنت، تسارع نورمال باتجاه المركز. والاكسلريشن اللي بكون معطيني اياه بالسؤال اذا ما ذكر لي انه توتال اكسلريشن فهو الاي تي، اذا ذكر لي انه توتال اكسلريشن بكون هو الجذر التربيع الى اي تربيع زائد اي ان تربيع. بالسؤال هون حكى لي ايش؟ حكى لي ديكريز ان سبيد، يعني ريت، او يعني ما راح اذكر لي انه توتال، فبالتالي اي تي يساوي سالب 3 جهات. هذا الشيء اللي نبهت عليه انا كثير. طيب شو كم الاي ان؟ الاي ان بيساوي في تربيع على رو، شو مختلفين عليها؟ في تربيع اللي هي 12، ما احنا قلنا باللحظة اللي احنا فيها الرو 100. هذا بطلع على الاي ان، واي ان وين اتجاهه؟ اتجاهه اتجاه الاكس. اذا السرعة على الواي فالسرعة فالتسارع على الاكس، فالاي ان الاي ان بيطلع مع الرقم هذاك جهات بالسالب، والاي تي بساوي سالب 3 اي هات جهات قصدي، واي اي هات. هيك طلعت القيم. طب بالنسبة لA، بالنسبة لA نفس الاشي، 2 عندي 2 كوساين 60 2 ساين 60، عمل الحفلة وخلص. يلا نيجي لتحت. اول اشي طلع الA ان في تربيع على رو، طلعت 1.44. لما طبق القانون relative velocity AB حكى انه سالب 1.4 اي هات، زي ما انا قلت انه الA ان باتجاه المركز السالب، سالب 3 جي هات لانها تسارع هاي لتحت. تمام. وبالنسبة لـ A 2 كوساين 60 2 ساين 60، ما احنا عارفين انها طالعة هي 2 كوساين 60 تسارعها 2 ساين 60 على جهات، بس هيو 2 كوساين 2 ساين، فطلع الريلاتيف طرحهم من بعض، فطلع المركبات، طلعت مع آخر شيء الآي والجي هيك، الجذر التربيعي والزاوية هيك، بطلع الزاوية ثيتا. هيك بكون انتهى. والملخص كسريع، الحركة الدائرية لما يكون عندي تسارع معطيني اياه بالسؤال ما جاب مذكر ليش كلمة توتال، فهو الـ AT والـ AN تجاه المركز، وننتبه للـ I والـ J. نعطيكم ألف عافية.